السلام عليكم يا شباب، عدت لكم بحلقة جديدة من لعبة جي سان اندرياس. في حلقة اليوم ستكون حلقة مميزة، سنشرح كيفية يعني تخطي جميع المهمات وفتح جميع المدن. كما تلاحظون معي هنا في المال لدي شباب 999، يعني مال غير منتهي. والآن سنقوم بالبحث عن الحدود لكي نقوم بفتحها. نعم يا شباب، كما تلاحظون هذه المهمة لقد قمت بفتحها، والشيء الذي سنفعله سوف نتوجه لها مباشرة يا أصدقاء. سوف هي القنطرة هناك كما تلاحظون، هذه هي القنطرة التي تؤدي إلى مدينة لاس فونتوراس. حسنا يا أصدقاء، سوف نتنقل لها أوتوماتيكيا وسوف نصعد لها بالنوكليب لكي نرى هل أزيلت الحدود بالضبط أم لا. هيا بنا يا شباب، وكذلك لا تنسوا قم بدعمنا بالضغط على الزر يا صديقي. إذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهاتي فأطلب منك الاشتراك في القناة لكي تتوصل بكل جديد، وكذلك قم بتفعيل زر الجرس. كما تلاحظون الحدود لقد اختفت. نعم يا شباب، الحدود لقد اختفت. لماذا؟ لأنني لقد قمت بتنصيب، ليس مود، لن نسميه مود، يعني سنقوم بتنصيب سيف جيم. نعم سيف جيم، آخر سيف جيم في لعبة جي سان اندرياس. هيا بنا يا شباب لنقوم بعرض الشرح لكم. عدت لكم يا أصدقاء من جديد. كل ما عليكم فعله هو تحميل هذا الملف. نعم يا شباب، تحميل هذا الملف من الديسكريبشن، ادخلوا له ملف الوينرار، وبعد ذلك ادخلوا لبي سي سيف جيم، ثم قوموا بإخراج هذا الملف هنا في الديسكتوب. وبعدها يمكنكم حذف ملف الوينرار، وبعد ذلك سيخرج لكم هذا الملف. كل ما عليكم فعله هو يا شباب الدخول إلى هنا، وبعد ذلك اذهبوا إلى ماي دوكيمنت، وبعد ذلك جي تي سان اندرياس يوزر فايلز، وبعد ذلك قوموا بأخذ هذا الملف الذي قمنا بإخراجه، قوموا بلصقه هنا، وبعد ذلك يا شباب قوموا بالدخول للعبة، ثم اضغطوا على لود جيم، ثم بعد ذلك اختاروا يعني الصف الرابع. الصف الرابع يا شباب، نعم في الصف الرابع من السيف جيمز، اضغطوا عليها ومبروك عليكم يا شباب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم، ونلتقي في فيديو آخر بإذن الله.